السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله الحديث على الـ AML، بس من باب الملاحظة الـ Classification الموجود عندي اللي ذكرناه، تمام؟ هذه العشر أنواع تقريبا هي عبارة عن FAB Classification، مش WHO، سوري على التصحيح، تمام؟ اللي هو عبارة عن French American British Classification. فتحدثنا المرة الماضية على اللاب فايندينج في الـ AML في على مستوى اللابراتوري، تمام، وذكرنا هذه المعلومات الموجودة أمامنا على قديش تقريبا عندنا طبيعي الكاونت بتاعت الوايت بلاد سيل تختلف، سواء كان عندي نورمال، بعض أحيان قريب من النورمال، بعض أحيان أقل، بعض الأحيان بيكون أكثر من 100,000. ففي عندي نوع من الفاريشن وفي نسب معينة تتفاوت طبعا في هذا الموضوع. وكمان أنه في عندنا نوع من الكونفورميشن للميلوبلاست في حالة ما بكون عندي أنا أور رودز، تمام، الأور رودز الموجودة عندي بالخصية في مرحلة الـ AML نمبر 2 و 3. هذا شغلة تانية. كمان ممكن إحنا نلاحظ في عندنا هايبر سيجمنتيشن، هايبو سيجمنتيشن، بعض احيان هايبو جرانيوليشن، تمام، لهذه المتشور نيوتروفيل. هذه اشياء ممكن احنا نلاحظها عندنا بشكل عام، تمام. الان موضوع السيتوكيميكال تيست برضو نفس القضية، وين المرحلة من مراحل الماتشوريشن، بالخاصة لما نيجي نتحدث على المايلويد سيريز، ممكن الاحظ انه في عندي مايل بروكسيديز، يعني بقدر اقول في ام زيرو مثلا، تمام، ممكن في الحالة هذه اقول المايل بروكسيديز ابروكسيميتلي ناتينج، لكن في تطور شوية على M2 أو M3 بلاحظ أنه في عندي مايلو بروكسيديز بشكل أو بآخر. طبعا بالنسبة للألكالين فوسفاتيز أكيد الأكتيفيتي بتكون في الحال هذه لو، لأنه إحنا قلنا الألكالين فوسفاتيز أكتر بكون في الخلايا بتكون ماتشور وأكتيف في هذا الجانب. الشغلة الثانية الأنيميا وكذلك الترومبوسايتوبينيا، هذول برضو من الفيتشرز المتعارف عليهم في هذا الموضوع. كما انه يقال انه اللايف سبان بتاعت الريد بلاد سيل بيحصل لها نوع من الشورتنينج اقل من هو الوضع الطبيعي بشكل عام، تمام. از والاز كمان الانيميا ممكن تيجي مش من موضوع الشورتنينج للهاف لايف بتاعت الريد بلاد سيل، از والاز انه صار في نوع من الازاحه، يعني صار الخط اللي داخل على الانتاج بشكل اكبر اللي هو خط الميلوبلاست اللي احنا ذكرناه في هذا الامر. بقول لي ريتيكولوسايت ممكن تضلها ما بين نص و2 بيرسنتج بتاعها، تمام. كما انه بيحصل بعض احيان ممكن يصير نوع من الاوتو ديستركشن للريد بلاد سيلز لاسباب مش متعارف في هذا الامر، عدا على انه بعض احيان ممكن نلاحظ النيوكليت ريد بلاد سيل تطلع ونشوفها في السيركوليشن، ممكن يحصل عندنا هذا الموضوع. الترومبوسايتوبينيا موجوده عندي انا الترومبوسايتوبينيا نتيجة طبعا الكونسيوم في حالات معينة للبليتلتس، وعاد على انه كمان غير الكونسيوم الان اديكويد برودكشن، تمام، ان اديكويد برودكشن از ويل از سيرفايفل بليت. طبعا اكيد الخط الميلوبلاست الخط بيعمل ازاحة لاذر لاينز، فعامل الاساس بكون عندي اللي هو ترومبوسايتوبينيا والانيميا. شغلة اخرى في موضوع الاي ام ال اميونولوجي بيقول لي في عندنا ستيجز، يعني الوت الاف اي بي كلاسيفيكيشن عندنا من زيرو، لا طبعا هناك ذكروا لا اكثر من كلاسيفيكيشن اكثر من 7 و8 وهلم جره، لكن بيقول لي انا من ام 0 وام 1 2 3 4 5 6 7 لكل حال من هذه الحالات في عندنا سيرتن مولكيولز والابير على السيرفيس بتاع الخليه. هنا طبعا في عندنا مولكيولز زي ما احنا شايفين نطلع عليهم، تمام، بنلاحظ انه في عندنا اشياء مشتركه، مثلا عندنا الاتش ال اي دي ار موجود عندي هنا، السي دي 13 والسي دي 33 بتحس انهم موجودين عندنا في اغلب الحالات الاولى، هذا الامر موجود. اما والخامسه والسادسه نفس القضيه، في عندنا حاجات ممكن تكون لها علاقه في ام 7 مثلا سي دي 41 سي دي مثلا 61، هذه عباره عن مولكيولز موجوده. از والاز الميلوبروكسيديز في الام 0 بقدر اقول مش نوت سو ماتش، المايلو بروكسيد اكثر بكون في خلايا بيكون اكثر ديفرنشيشن من هذه الخلايا، يعني هون بقول مايلو بروكسيديز الموجود ابروكسيميتلي لو، تمام، لو مايلو بروكسيديز، لو مايلو بروكسيديز، انا ممكن يزيد عندي شويه المايلو بروكسيديز في الام 2 والام 3.
تمام. هنا ذكر لي كتيبل بتعرف لي على رياكشن موجوده، بقول لي البيروكسيديز ام زيرو هنا بلس يعني قريب من فيري لو. اوكي الام 4 ام 5 تقريبا ما فيش عندنا مايلوبروكسيديز. سودان بلاك طبعا ممكن يكون موجود عندي في بعض من الستيجز زي ام 1 وام 2 و3، لكن بيكون طبعا بنسبه قليله. نون سبيسيفيك ستريز، لو كان عندي الام الموجود عندي في عندنا طبعا زي ما احنا شايفين ام 4 وام 5، اوكي بتحس انه في عندنا نون سبيسيفيك ستريز. البريودك اسيد شيف طبعا هذا البريودك اسيد شيف بنقدر نقول مش موجوده بشكل او باخر، تمام في هذا الموضوع. ان كانت موجوده بتكون عندنا في ام 6 بشكل قليل اللي هي البريودك اسيد شيف، بكون اكثر بيتجه لموضوع الستين بتاعت الليمفوبلاست. هنا في عندنا ستراكشر او عباره عن شيب موجوده للخلايا عندي في A وB وC وD، عليهم كومنت موجود عندي هنا. لو احنا عملنا ازاحه في عندنا مثلا بيقول لي undifferentiated blast with dense fine chromatin، هذه عباره عن بلاست undifferentiated، احنا شايفين النيوكليوس موجوده بشكل مغطي كبير، عندنا نيوكليولس زي ما احنا شايفين موجوده في داخل هذه النيوكليوس، واللي كروماتين ابروكسيميتلي فاين مش كوندنس، في زي الفراغات بينه. ليش؟ لانه الخليه عندنا حتكون اكتف في هذه المرحله حتبني اشياء اخرى في داخل الخليه. فبقول لي احتمال تكون هذه المراحل الاولى ام 0 ام 1. The final classification is made up using cell surface marker، طبعا بدك انت surface marker ماركر في هذا الموضوع. بي بيروكسيديز رياكشن، هنا بيروكسيديز رياكشن طلع بوزيتيف عندنا هنا. بيروكسيديز رياكشن كاركترستيك اوف سيل مايلويد سيريز، يعني بقول لك انه هذول عباره عن مايلويد سيريز شو 3% اند اونلي فور ستيج ام 1 قليل طبعا اند هاير اكيد في الام 4 ام 3 وام 2. اوكي ذا ام شو ا ويك بوزيتيف بلاست نمبر 1. في عندي هنا بتحدث على الخلايا في بي موجود عندي انا واحد واثنين وثلاثة بيعرف لي على الخلايا. weakly positive blast strongly positive eosinophil اثنين and positive myelocyte. myelocyte يعني خلية بتكون أكثر ماتشور عندنا هذه الخلايا واحد اثنين ثلاثة. C و D هي سي وعندي دي، في عندنا فيريانت اوف ام 2 لوكيميا عندنا ام 2، والصحيح هذا بدا الناس يكون عند بالفعل اكسبرت عشان يقدر، هنا نحتاج الى ماركر اكثر تمام في هذا الموضوع. سم سيلز كونتين جرانيولز واحد، هاي في عندنا زي ما احنا شايفين في عندنا جرانيولز تمام، برضه هنا في عندنا جرانيولز موجوده. في عندنا اور رودز زي ما احنا شايفين هنا الخطوط هذه عباره عن اور رودز موجودة عندنا بشكل أو بآخر. أوكي؟ طيب، هذه أشياء لها علاقة بالمورفولوجي بتاعت هذه الخلايا. البون مارو بشكل عام طبعًا زي ما إحنا ذكرنا إنه هو عبارة عن هايبر سيلولر من ناحية بلاست لإماتشور فورم. تمام؟ والنورمال هيماتوبيوتيك سيلز أكيد حيكون إلى ديكريز لأنه هنا طغى عندنا اللي هو البلاست فورميشن. السيتوكيميكال ستين ممكن نعمل سيتوكيميكال ستين لو ناخذ بون مارو اسبيريشن تمام. هلاحظ انا انه في عندنا اللي هو الخلايا البلاست بكميه طبعا كبيره تتجاوز طبعا ال 20% تمام، ممكن نعملهم ستين عشان نشوف خط المايلويد او لا من المايلوبروكسيديز والسودان بلاك تمام، ممكن يكونوا موجودين عند نسبه قليله من الاي ام ال اذا كانت ايرلي ماتشور
اكثر ماتشوريشن بكون عندنا الوضع اكثر فيه. الزيرو في الام زيرو طبعا الايرلي ستيج في الحال هذه برضه نفس القضيه اكيد بكون عندنا مش بشكل كبير. ستيننج فور ذا سبيسيفيك استريز مي بي سين ان اي ام ال في حال الدفرنشيشن معين. اوكي والنون سبيسيفيك استريز برضه ممكن نشوفه في اللي هو المونوسيتيك لاين اوف بروبلم، يعني اي ام ال الى علاقه في المونوسيتيك ديفرنشيشن المونوسايت. كمان بيجي بيقول لي ملاحظه هنا في هذا الجانب الايج الدايجنوسيس از امونج ذا موست امبورتنت ريسك فاكتور، يعني بيجي بيقول لي عمليه الايجنج تمام هي مهمه في عمليه الدايجنوسيس. يعني بمعنى انه لو كان عندي المريض عندي يعني هايلي ايج تمام الايج عنده مور اور اولدر تمام، فهنحس انه هدول الناس دائما بيكونوا البروجنوسيس تاعهم بور تمام، بيكون عندهم البروجنوسيس في الحاله هذه ايش بور. والشغله هذه ليش اكثر من لو كانوا عندنا اللي هو الناس الاصغر سنا؟ لانه السبب في الحاله هذه بيقول لي بيحصل عندنا في الاختلافات اللي حتصير عندنا في الخليه حيؤدي انه يكون في عندي انفلونس تمام، يصير في عندنا انتاج او يصير عندنا بلاش نقول انتاج اكسبريشن لا اللي هو حاجه بيسموه مالتي دراج ريزيستنس 1 جين تمام. المالتي دراج ريزيستنس جينز هذه هتعطيني بروتينز اوكي، هذه البروتينز بدورها بروتينات بسموها بيتا جلايكو بروتين هتعمل بدورها هيدروليسيس لمين للاي تي بي، والاي تي بي هذه بعد ما يصير لها هيدروليسيس طبعا بتستهلكها مين؟ بتستهلكها البامب بتاعت الخليه اوكي، وهذا البامب بكون اكتف وفي الحاله هذه بيعمل ايش؟ انه العلاج اللي بياتي عندنا بصير له اندكشن في داخل الخليه هيرجع تاني يطلع برا الخليه وكانه مش هيكون هناك اي ريسبونس على هذه الخليه تمام. وعلى هذا الاساس انه كل ما تقدم الايج كل ما كان هناك اكسبريشن لهذه البروتينات اللي بدورها بتكون عامل مساعد انه يحصل في عندنا عمليه اكتيفيشن لمين للبامب بتاعت يعني على اساس يعمل بامبنج للدرنج اوتسايد ذا سيل اوتسايد ايش ذا سيل من خلال مساعده مين اللي هو الاي تي بي. هذا بالنسبه لموضوع ليش كل ما زاد الايج بيحصل عندنا هذا الوضع وبكون عندنا البروجنوسيس مور باد ذان يعني يانجر ايج. الاميونوفينوتايبنج بيجي بيقول لي المايلويد لاين اكيد في عندنا سي دي 13 15 33 وقلنا 33 هو الموست الواضح اكثر في خط المايلويد. As well as بيقول لي عندي هنا CD15 is usually seen in more differentiated granulocytic leukemia. ممكن تلاحظ CD15 في بكون خلايا اكثر differentiated. وبقدرش اقول في عندنا specificity في هذا الموضوع. هذا جانب. جانب ثاني بيقول لي ممكن تلاحظ انه بعض احيان CD بتاعت اللي هو الليمفويد لاين كانت موجوده بالاخصيه لما بتكون خلايا البلاست يعني اما تشور في مرحله الام 0 او الام 1 في الكلاسيفيكيشن تمام. فانت ممكن تلاحظ وهذا بيعمل لي كونفيوزنج هل انا عندي مشاكل بلاست على مستوى المايلويد ام اللمفويد تمام. هنا من ضمن الشغلات اللي بتعمل كونفيوزنج انك ممكن تلاحظ انه عندك سي دي 7 سي دي 2 4 بعض الاحيان 19 وممكن يكون عندك 10 وتي دي تي اللي هو تيرمينال ديوكسي ترانسفيريز انزيم. الان كمان بيجي بيقول لي ممكن الاكسبريشن بتاعت الاتش ال اي دي ار زي ما شفنا هو بيعمل لي يعني توضيح او تدعيم اكثر انه احنا بالفعل خط المايلويد ولكن يوجد هناك عندنا اللي هي الماركرز اللي ذكرناهم بتاعت الليمفويد تمام. هذا جانب. نقطه اخيره في هذا الموضوع في موضوع التريتمنت ان جنرال تمام. موضوع التريتمنت بقول لي التريتمنت اوف ذا نيولي دايجنوست بيشنت وذ اي ام ال از يوجوالي ديفايدد انتو تو، يعني بقول لي بتقسمهم الى نوعين اندكشن وبوست ريميشن مانجمنت. يعني انت بتعمل اندكشن بتعالج قاعد في اللوكيميا تمام وبعد هيك لازم تتابع
اللي هي بعد ما يصير نوع من الريكفري لهذا المريض، تمام، على اساس يحصل عندك اللي هو كومبليت ريميشن بشكل او باخر، تمام، في هذا الموضوع. ولكن نعرف كمان انه كل ما زاد عندنا الايج كل ما كان الدراج ريسبونس حيكون اقل في هذا الموضوع. وبعض الاحيان بيقسموهم لايجز، انه اذا كان عندي اقل من 60 تمام ممكن الكيموثيرابي يعني يضبط عندهم، اذا كان اكثر من 70 75 اعرف انه البنفيت للثيرابي ابروكسيميتلي ناتينج، والامور بتكون يعني مور باد بروجنوسيس. هاي يعني اللي عايز اعرفه في موضوع التريتمنت. هنا عايز اتطرق كمان لنقطه ذاكرين لما ذكرنا من ضمن الاشياء التي تميز الاكيوت مايلوسيتيك لوكيميا بتاعتي اللي هو اكيوت بروميلوسيتيك لوكيميا، تمام، هذا النوع اللي حصل عنده ترانسلوكيشن ما بين 15 و17 اذا احنا طبعا ذاكرين، اوكي، وقلنا انه من ضمن الاشياء اللي بتميز لي البي البرو، تمام، بالنسبه لموضوع اللوكيميا، اوكي، انه انا في عندي حاجه تختلف عن اذر تايبس، تمام. اذا ايش يعني الاختلاف؟ الاكيوت برو مايلوسيتيك لوكيميا اللي احنا بنعرفها بام 3 قلنا تختلف من باب انه بنلاحظ في عندهم حاجه بسموها علاج يختلف كتاثير له في هذه الستيج، تمام، اللي هو سموه العلماء الاترا، تمام، وكذلك عندهم ايش هذه بسموها ديسيمينيتد انترا فاسكولار كوجلوباتي. هذول شغلتين كانوا يتميز فيهم مين اللي هو ام 3 اللي هو الاكيوت برو مايلوسيتيك لوكيميا. لكن لما نيجي نطلع على موضوع الاترا، يعني ايش التاثير تاع الاترا في هذا الموضوع؟ الاترا هو عباره عن اسم اول بيقول عنه ترانس ريتينويك اسيد، تمام، هذا عباره عن مشتق من مشتقات الفيتامين اي. اذا تتذكر لما ذكرنا انه صار عندي ترانسلوكيشن بين 15 و17 بين البي ام ال والار اي ار الفا جين وصار فيوجن بروتين، وقلنا هذا البروتين عمل عمليه ايش تعقيد لعمليه الاكسبريشن لسيرتين جين من خلال عمليه ميتيليشن للهستون، ميتيليشن لبعض من السيتوسين الموجود عندي في البروموتر، ميتيليشن دي اسيتيليشن كمان للهستون. هذا كلها مشكله اوجدتها اللي هي هذه البروبلم. هنا ايش بيقول لي؟ بيقول لي انه لما انت تضيف هذا بدوره هذا بروح بيعمل ازاحه، وبروح بقعد على البروموتر بتاعت الجين اللي بيعطيني بروتين اكس المهم في عمليه الترانسكريبشنال، يعني انتاج ترانسكريبشنال فاكتور، هذه الذي هي لها ضروره في الديفرنشيشن، تمام. فوجود الاترا بيعمل عمليه نوع من كومبيتيشن في الجلوس على هذه الاريا، وهيمنع عمليه اللي هو وجود ميثيل ترانسفيريز انزيم اللي بيعمل ميثيل جروب اديشن للسيتوسين او بيعمل ميثيل جروب اديشن للهستون، وكذلك يمنع جلوس الهستون دي اسيتيل ترانسفيريز انزيم اللي بيعمل لي دي اسيتيليشن. اذا معناته هذه الاشياء صار لها نوع من الازاحه، فهنا اعطى مجال للخليه تنتج، شوف كيف سبحانك ربي، هذا البروتين المهم في عمليه الديفرنشيشن، فيقال انه هيصير عندنا كومبليت ماتشوريشن، تمام، لهذه الخلايا اللوكوميك سيل، مما يؤدي في الاخر يكون عندها اللي هو حاجه بسموها سبونتينيوس ابوبتوسيس، تمام، ويصير في تخلص منها. هذه هي التفسير ليش يعني هذا العلاج بالفعل كان مميز للي هي ام 3 بتاعت الاكيوت برو مايلوسيتيك لوكيم. على هذا الاساس بقول لي الناس اللي عندهم 15 17 ترانسلوكيشن او والله الكيور بتاعهم 85% ممتاز، لكن كل ما كان عندنا اذر بروبلم ترانسلوكيشن 8 21 انفيرجن ممكن يكون تعقدت الامور اكثر،
وهذا ممكن يكون الكيور 50%، بعض احيانا من كروموسوم الابنورماليتي اخريات ممكن يكون 40%، بعض احيانا ممكن يكون عندي مشاكل على مستوى ترانسلوكيشن 6 9 او انفيرجن لثلاثة، تمام، او عندنا مشاكل في 7، هذه احنا بنتجه فيها الى البور بروجنوسيس بشكل او باخر. اذا تعقيدة الموليكولار بيسك في موضوع كروموسوم الابنورماليتي على مستوى ترانسلوكيشن او على مستوى انفيرجن، انه طبيعه هذا المشكل اللي صارت هي اللي بتعطيني اشعار هل احنا الكيور عندنا حيكون نسبته عاليه او عندنا واطيه في هذا الموضوع، في موضوع اللي هو العلاج. هنا الصوره عندنا الاور رودز كيف موجوده بكميه طبعا كبيره. الاور رودز عباره عن اكيوميليشن، قلنا عباره عن من هذه الجرانيولز مع بعض، فاعطتني اور رودز، هذا بيعطيني اشعار بانه احنا نتعامل مع مايلويد لينج. بيجي بحكي لي هنا يعني تيبل اخر بقول لي اكوردنج تو ذا رياكشن مايلوبريكسيز، حكينا عنه في الاي ال ال ما فيش السودان نون سبيسيفيك ستريس، ممكن يكون بوزيتيف هنا في هذه الحالات. الباس عندنا في التي هناك ديفيوز اليتل بيت، تمام، في هذا الموضوع. اسيد فوسفاتيز هذا العلاقه في التي سيل هيرسيل لوكيميا، تمام، بشكل او باخر في الليمفويد. هنا بنقدر نقول العلاقه ممكن يكون في موضوع الارترويد لاين، اما بشكل عام ابروكسيميتلي نيجاتيف الاسيد فوسفاتيز. الانزيمز كمان تي دي تي اكيد في المايلويد ما فيش عندنا تي دي تي، هو بيحصل في الحالات الفيري ايرلي. الاي ال ال في اللايسوزايم اكيد موجود في الاي ام ال، اي في الخلايا البلاست بتاعت اللي هو المايلويد لاين. نيجي نطلع على اخر تيبل في هذا الجانب، بيحاول يعطيني نوع من المفارقات ما بين الاي ال ال والاي ام ال. بقول لي الايجنج في موضوع الاي ال ال مور كومن تشيلدرن، كلام ما حكيناه من 2 ل 10 تقريبا. موضوع الاي ام ال طبعا اكثر من 15 سنه، ممكن 20 50 يكون عندنا هذا الوضع. سيجنيفيكانت لينف ادينوباتي كومن، ممكن نلاحظ انك لينف ادينوباتي، تمام، انه يكون عندنا في اكثر من لوكيشن. هنا طبعا مش موجود عندنا لينف ادينوباتي. من انجل ديزيز انه يصير عندي كومبليكيشن على مستوى الاي ال ال، ممكن يكون عندي مشاكل على مستوى انفلتريشن للسنترال نيرفس سيستم. هنا لس في الاي ام ال او بتقدر تقول ما فيش. لينف ادينوباتي موجوده في الخاصيه في التي اي ال ال زي ما قلنا، بيحصل عندنا ميجالي في التايمس على سبيل المثال. هنا طبعا فيري رير او ما فيش. المورفولوجي مره ثانيه السايز سمول تو ميديوم لارج في الاي ام ال. اور رودز طبعا ما فيش شيء، الاور رودز موجوده اباندنت في ستيجز معينه من الماتشوريشن. السيتوبلازم سكانتي يعني قليل، في الاي ام ال بيكون اكثر، تمام. نيوكليير كروماتين كورس في الاي ال ال اكثر من الاي ام ال بيكون فاين. نيوكليولاي من 0 ل 2، تمام، بعض الاحيان ما فيش، بعض الاحيان في 1 2، هنا ممكن نلاحظ في عندنا 4 3، اقل شيء 1 ممكن نلاحظ. مايلودسبليجيا ما فيش هناك علاقه بالحدث من مايلودسبليجيا، انه في عندي ابنورمال ديفرنشيشن لاكثر من خط من خطوط الانتاج. هنا ممكن نلاحظ انه في عندنا ابنورمال لاينز في موضوع الماتشوريشن، تمام، ممكن يؤدي يصير عندي طبعا ابوبتوسس لهذه الخلايا. حنتحدث ان شاء الله ليتر اون عن حاجه اسمها ام دي اس مايلودسبلاستيك سندروم. سايتوكيمستري مايلوبروكسيديز نيجاتيف طبعا، اكيد بوزيتيف في الاي ام ال، في الاي ال ال نيجاتيف. الباس طبعا هنا قلنا بوزيتيف تقريبا في الاي ال ال بنسبه كبيره، هنا فيري ليتل. هيك ان شاء الله بنكون احنا انهينا موضوع الاكيوت مايلويد لوكيميا والاكيوت لينفويد لوكيميا، وإن شاء الله بنواصل في محاضرة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.